يا بنت الحلال، هذا يوم المرأة العمانية ما في هدايا، وأنا خلاص واصل قدام البيت. ما يخصني، أنا أبا هدية. زين، من وين أجيب لش هدية؟ شايفة ما تبقى لي بيسة. صديقاتي أزواجي الكل جايبين الهدايا. زين ترى ما عيد ميلاد، هذا يوم المرأة. يا بنت الحلال، ترى هذا يوم عادي، حالة حال أي يوم، كل عام وانت بخير وبس، ليش هدية؟ أنا ما يخصني أبا هدية، يعني أنا ما أستاهل؟ شفني في يوم مقصرة معكم، أطبخ وأنظف وأكنس ومهتمة بأولادك، كل هذا ما مالي عينك؟ صاير بخيل، حتى هدية ما تبى تجيب لي، أنا خلاص تعبت من هالعيشة، شلني بيت أهلي، إذا الهدية مستغلينها علي ولا كأني زوجتك، أبداً ما سويت لي مصالحة. فهميني شوية. ولا اشتريت لي هدية، أنا خلاص تعبت. فهميني. سكرت في شكلي وي، بروح اشتري له هديه استقرض من عند محمد سلاح. نسيت، راه يوم عادي ما في هدايا. اسفه اني لحقت سيارتك، شيء بسيط. آسفة وربي، كنت مستعجلة ما انتبهت لسيارتك، وحدي كنت متوترة، وإن شاء الله السيارة ما رح تكلفك شيء لأنها مجرد لحقة خفيفة وبسيطة. معاكم سالم منحوس والقلب مخصوص. كل يوم أحب كذا أقوم في صباحي أتجهز وأتزهب عشان أروح الدوام. أول ما أطلع من البيت على أول خطوة صباحية تنشرخ نعالي، أدور ولبط ما أحب غير نعال ميري، هي الحل. ألبسها وروح الدوام وأنا مرتاح، أشغل السيارة دقها سلفة دقها سلفة ما تشتغل، مو أسوي بها. التاكسي موجود عمي، توصل روي؟ هي نعم أوصل روي. السيارة متروسة هنود، أضطر ها هذه الحالة. ها أول ما وقفني التاكسي راحت علي الدهداشة، عاد كيف ألحقه؟ اضطر اني ادخل العماره ولحقه من الصوب الثاني، شايب قدامي شايب وراي، اضطر اسوي حركه شكي كان وقح من الدرج وتعورت. اول ما وصلت مصارع ما مسعف، نعم قام يكسرني وضربني وعظمه، لكن متفائلين بالخير الحمد لله. سلام الوحش، الله يسلمك ان شاء الله. بسم 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 بسم. وهذا اللي